Welcome back, ladies and gentlemen. مشاهدينا من العالم الكل. It's the finals. تلتقى بدبل هاتشوت من عند برامز. يا برامز وخي. تيسنا عليا. صلي على النبي. السلام عليكم. عسلامة برامز. لاباس. شنحوالك خويا. بشوية. شبيك مزروب. أما ما نتصوروش إذا كانوا مزروب على قد ما فريق فايبورس مزروب باش يقوم بروتيشن في اتجاه البوم سايت أي لمنع الزرع متاع سبايك. اللي تزرع في اللحظة هذي. إذا يتم زرع البايك من فريق سبايك بايك هو تشامبيون في الليغ. إذا يتم زرع سبايك من فريق ديفاين فانديتا. برامز بثالث كيل الرابع كيل. شنو هذا الممكن ياخذ الايس برامز في اول راوند ليه؟ برامز مازال محاول انه يعمل تشيس على اومن. اومن موجود في الهيفن. لا برامز يختار ولكن مازال مصمم يعمل الداش. الايس في الجوله الاولى. اوكي يلا نروحوا مو ناي. ما لا أغزلي. نعرف برامز. نعرف شي نجم يعطي. نعرف مستويه. This is ridiculous. هذا الحد المدى توقعاتي 3-0 مش 3-1. اسمعني. قاعد نضحك. ضيع مش نقص احترام في ديفان فندتا ولا حاجة بالطريقة اللي وايبة بيها لاعبية طريقة تيم فايبورس. قصت معناها تيم فايبورس ملول. اما كلاك ما هو الا الراوند الاول. هذا الراوند الثاني راوند مشي فيه صالح برامز اللي كنحب نذكر انه كان غايب في اخر مباراه مقارنه بالتيم ميتس نتاعو. لكن شوف الكوش وين تاع 5 لاعبين في الحال السول سي اللي تم استعمالها. بها برشلوني من عند كابزيلي ياخذ المعلومه. معناها في عوض لا يفقد الجدار نتاع التيم ميت نتاعو ولا ليه باش يعاودوا وول باش يبكيو الكل مع بعضهم. وهذا اللي سير تمكنوا بلاكن بازيم انه يلقى الهيد شوت على هاكس لانه بالرسمي اوت ستراتد. يعني ميكانيكيا فريق ديفان فيديتا قاعد يلعب في مباراه شنو كابتن يتمكن يجيب الهيد شوت. جون اللي يجيو بكيل من شيرته لكن بازي يتخلص منه. في الاخير ما يبقى لا لاعبين على قيد الحياه في ديفندنج سايد. 2-4 مون. صعبة جدا العملية الهنية متاع الريتيك الجانب فريق تيم فايبورس. ولكن حقيقة يمتعوا فينا فريق ديفاين فانديتا في هذه المباراة. طارق الهنية يزيد يقضي على حلمهم بربح الجولة الثانية. وبيزي ثالث كيل ليه في هذه الجولة. مون ديفاين فانديتا يعني قاعد يشوفوا في ستراتس. شفت الوول. شفت كيفاش مازالوا يعني رغم انه الانمي سيج حتى لهم وول. شفنا المحاضره الاولى من كابزي بالسباتشلا حاول انه يلقى الجامب وياخذ الكيل على السيج. ولكن المحاوله الثانيه كانت بالوول كذلك من جهه السيج نتاعهم. ولقاو الكيل والايزي راش على البومب سايت سي. ومنعوا الريتيك بطريقه سموث. يعني واو اوتو بروموشن بالوقت. شيء بطبيعة الحال يوقف المخ هوني من عند لاعبي فريق ديفاين فندتا. مازلت قاعد نستنى في الباك بون. نستنى في الانتقام. نستنى في الإجابة من عند تيم فايبورس اللي على يدين زودك سانتر يتخلص من ماشينا. ونحن نذكره ماشينا بالسيج متاعه وكانت مكة من أنه يعطي مباراة 28-13-6 أمام إكزالتد إي سبورتس في الماب الأولى البارح. وين انتهيت نتيجة 13-6. لعب مخيف رغم أنه يلعب في سبورتيف رول أكثر من أي حاجة أخرى لأنه الأرقام متاعه بصراحة يعني مخيفة كذلك. فانتظار مردود مخيف زادة وإجابة مخيفة من عند فريق تيم فايبورس اللي قاعد ياخو في الأماكن متاعه كيف ما يلزم. كاكتوزيو يتخلص من كابزي. نتصور كاكتوس مش متأكد خاطر إذا كانوا كاكتوس اللي في مخي لازم نستنيو منه. معناه مردود مرعب زادة كذلك. كينو وقفوا ديفان فندتا توي سموث. كسروا تراب واير. سايبر كيج موجود ولكن برامز من وراء سايبر كيج يلقى كيل على تير نونو. كاكتوزيو يقتل بيزي لهنا ولكن مازالت العمليه باش تصير. كاكتوزيو الكيل الثالث الرابع والديفندرز وين هنا تيم فايبورس ياخذوا اول جوله في المباراه. كاكتوزيو يجاوب على برامز. هاي نعاودوا نسميو العنوان. ما عادش قاعدين نحكيو على الجراند فاينل نتاع الاجنيشن سيريز لكن درس خصوصي كامل وشامل في اعلى مستوياته لطريقه لعب فالورنت كومباريتيفلي. مرحبا بكم ديفاين فندتا في تيم فايبورس. والشيء اللي ضحك لنا مون انه برامز بجيت وكذلك هكتوزيو بجيت فمي ذا بيتر جيت وينز. خلينا نقول اكثر انه اللاعبين هذوما برامز وكاكتوس او كاكتوزيو خلينا نسميه توا حتى نتاكد من المعلومه لانه كاكتوس في مخي والا اللي اثنين قاعدين يستغلوا في الموبيليتي نتاع جيت كيف ما يلزم. حاجه تمكن برامز من انتري كيل كذلك يمشي الماشينه وهذا الميد اللي يتحلوا البومب سايت سي اللي او بي اعتذر اللي يتم اخذته بطبيعه الحال. نونو في الانتظار من البرانش نتاع البومب سايت اي برامز شد الظهر عارف انه ممكن فما روتيشن تصير من بومب سايت اي في اتجاه تي سبون. لما حالهم فما حتى تغطي على البومب سايت سي ليه؟
لحظه في روتيشن من سوفا زاد كذلك جاي بوم سايد بي خايفين من سيتي سبون بطبيعه الحال السقوط لنا نتاع السايفر باش يكون بطبيعه الحال صفره نتاع خطر لما تبقى من السكواد بالضبط هذا اللي يصير بزيد خرج منه ما يعني أن آخر لاعب موجود على مستوى السيتي سبون شوف هاكس إنك في تحرك طريقة إليه هذا موقع لك الكبزي كل أسبق ويتخلص من هاكس 3-1 لفريق ديفاين فانديتا تحركات ولا أروع لنام فريق ديفاين فانديتا فاهمين الماب يعني شاربين حافظين هذه الماب قاعدين تحركوا بطريقة جميلة جدا فريق ديفاين فانديتا شفناهم أخذوا 2 كيلز في أول الراوند عملوا بوش من جهة البيميد الوول شوفوا هنا الريبلاي من جهة كاكتوزيو اللي ماخذ 4 كيلز في الجولة الفارطة ولكن لحد الآن ديفاين فانديتا مازال هو المسيطر على هذه المباراة يعني قاعدين نشوفوا في ديفاين فانديتا يختار السايت اللي باش يعمل منه انجيج ويكون يعني تخطيط محكم باليوتيليتيز لهنا نشوفوا برامز بالاوبريتر جون كيل ولكن جون كيوتي اسبق منه على كابزي يخسروا ريز لنا مهمه بالنيت والبومبوت مره اخرى جون ملابيك 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 تعرفش لازمك باش تعمل بيك في مناكه يا سموث لازم انت فالورنت تكون باش تبيكي بالطريقه هذيا خاطر مخترم ما عندكش المعلومه ما عندكش فلاش خرج براير تو ذات الفلاش تم استعماله من الاول يعني الاي نتاع رينا لكن يبيكي لما حاله خاطر يعرف انه فما لاعب ثاني باش يحاول ياخذ ريفنج كيل وتفوق في هذيا وتمكن اجى الدبل اللي باش يحل بيبان تيم فايبرس باش بلوتو باش يسكروا البيبان على فريق ديفاين فانديتا بالاحرى صحيح ديفاين فانديتا لانه يخسر زوز لاعبين تيرنونو كذلك سيدي خسر ديفاين فانديتا في تارك وزوديكس هانتر لانه يقتل بيزي ممكن ماشينا لانه يفعلها ياخذ توكيز لولا زوديكس هانتر ثاني على تيرنونو باش يلقى روحه في وضعيه 1v3 ممكن يكون البومب سايت اي اسهل حل لي هو ولكن كيفاش باش يتموقع على البومب سايت اي كيفاش انه باش يحاول يربح الماكسيموم تايم باش انه يخسر فريق تيم فايبرس في الوقت نتاعهم ويربح هو ولكن 1v3 صعبه جدا شوفوا وين يحاول يتمركز لهنا على البرنت تاع البومب سايت اي اكزاكتلي ماشينا لهنا ممكن باش يستنى فيهم باش يدخلوا من جهه الستيرز ماشينا ولكن الاول اربع كيلز انا ماشينا باش يقعد في 1v1 يا مول ممكن ياخذ الايس لنا كان يلعبها بالصحيح انا ماشينا ممكن يعمل حاجه كاكتوزيو وكاكتوزيو مش باللاعب اللي لازم تحتقره مش باللاعب الساهل اللي باش تتعامل ضده في وقت اللي بطبيعه الحال فريش الايس ايس منه يدفع على البلانت يتبقى من ايجاد كيل اول وفوات كيلي كمل بها ايس الكل في الكل هذا لعب يقض بعد تعريف ستيج 28 كيل ب 13 ديث وستا اسيس ملا ايم وملا ثكي وملا دهية في التحركات ايش هو هذا ماشينا حكينا عليه يعني بالرغم انه برامز من الام في بي ولكن ماشينا كذلك ما ننساهوش اللعب هذا شوف الريبلاي شوف فاش يتحرك عارف المدافعين منين باش يتحركوا عارف كل شيء فاهم اللعبه فاهم الماب فاهم التحركات ماشينا لهنا يقدم في عرض في وان مان شو بالايس نتاعو اوف بيزي ضرب 8 راوندز في هذا الحال اللي متخوف منه هو انه صار في الروندة اللي فاتت ممكن يكون عنده امباكت على مردود لاعبي تيم فايبورس اللي صار فقدين النجاعة فقدين او ضيع الهيدشوت ممكن على لاعب الفريق اللي نعرش حوار ولا اروع من بين اللاعبين شكون يضيع اكثر كرتوش ممكن اكثر في وقت اللي ماشينا يتخلص من كاكتيزيو برامزيني خمسة فلولس فلولس ديفاين فانديتا مرة أخرى قاعد يسيطر قاعد يدمر في لاعبين تيم فايبوراس يعني في كل 1v1 تصير ترقى لاعبين ديفاين فانديتا هما اللي ربحين نركز مع ديفاين فانديتا عندهم الكل ابيليتيز والألتيميت برامز وماشينا وبيزي وكابزي ألتيميت مهمين جدا خاصة من جهة الاتاكينج سايد نحكيه على ريز نحكيه على جيت 9-2 هنا برامز ماشينا 7-1 بيزي 7-2 ولكن جون كيوتيل هنا مون ياخذ الاوبريتر في محاولة انه ممكن يلقى فيرست بيك في الراوند هذه وصعب رينا منه نجاعة بالاوبريتر رينا منه نجاعة بالاوبريتر كنت في الراوند الثاني على ما نظن او الثالث لا كنت في الراوند الثالث بالضبط ونيك في تخلص من ثيم ونفسي يعني تخلص من كل من ريز وجيت اليوم شو نقول لك يعني ريز قاعدين يستعملوا فيها اكثر على مستوى نتاع يوتيليتي وممكن باش نجم تدخل السايت بطريقه ممكن غير تقليديه لكن شوف لهنا الكيج تاع الحال اللي تم تطبيقها اوكي شو ستوب ما كانش عنده نجاعه بالكل في الراوند بعد خسروا لعب يقرر فريق ديفاين فانديتا انه يرجع لخلف
كانت مهمة جدا الشو ستوبر من جيت كوبزي، ولكن ضيع فرصة ممكن كيل دابل كيل وتريبل كيل. إذا ديفاين فانديتا يلعب ناقصين لاعب اللي هو برامز، ولكن مش مشكل مازال عندنا ماشينة حية مون ممكن يعاود نفس السيناريو اكزاكتلي وهو اللي عنده السبايك مازال حي، وكاكتوزيو مازال حي وينجم يجيب منافسين تاعو في وقت اللي عندك الكي جي تم استعمالها ويتمكن لهنا نونو من ايجي دبل تتحالي امن البومب سايت ليصالح فريقه ويتخلص منه في الاخير زادكس هانتر او يتخلص من تارك بالاصح، وذا يحط سوفا في وضعيه مستحيله. بازي في واحد ضد اربعه يتمكن من ايجي الهيد شوت، اما شفت محطوط كطعم لنا جادزو ذكيه التيميت نتاعو موجود في التغطيه، يعني انك تلعب بالتيميت نتاعك كالطعم وضعيك من هذي ذكية منهم. لهنا العملية اللي صارت بين نونو وجون كيوتي، ولكن لحد الآن مازال ديفاين فانديتا هو المتفوق من المباراة، عنده إناف كريدس لهنا باش يعاود يشري الأوب و ثلاثة فاندلز في هذه الجولة. ممكن هنا نشوفوا روتيشن من جهة الميد، علاش ليه ما تكونش ميد تو بي، ممكن من جهة فريق ديفاين فانديتا البوم بوت موجود من جهة كوبزي حاول ياخذ بيها معلومات من جهة الجارج، ولكن لحد الآن الدرون كذلك من جهة بيزي في وقت اللي صاد اكس هانتر يتمكن من ايجي الدبل على كل من ماشينا وتاريك ليصاب المأمورية على لاعبي فريق ديفاين فانديتا لإيجي اي انتري. تيم فايبورس مزود قاعدين يسخنوا بشوية وزاد مرة أخرى يعاود يوري روحه ويورينا شنو يقدر يعمل بتريبل إلى حد الآن في هذا الراوند، وكاكتوزيو القذار بازيو طريقة متأخرة برامز يتخلص من هذا الأخير سبايك على ظهره بطبيعة الحال أوبريتور على يديه خوف بطبيعة الحال من الانتريز تاع البوم سايد بي الاثنين على الشعر برامز كان يقل كيلما نونو كان أكسح وتوفق أكثر في الايم نتاعو زي ما كان فايبرس من راوند ثالث يخسر الأوبريتور بتاعه لهنا برامز كان مهم كسلاح، ولكن مش مشكل مازال عنده 6100 نجم يشري بهم أوب آخر، والنجم يحاول أنه كالعادة يشري للفانديتا زي خير أنه يشري الأوبريتور. فريق ديفاين فانديتا مهمة جدا هذه الراوند لأنه إذا خسروها مش يكونوا في مش يكونوا يعني بعد شوية من ناحية الكريدز، مش يكون لازمهم إيكو راوند أخرى للرجوع، ولكن لحد الآن ديفاين فانديتا مازالوا متمسكين بالمباراة. فما برامز وبيزي يحاولوا أنهم ياخذوا انفورميشن من جهة سيلونج، ولكن ممكن نشوف اوبريتور يقضي عليهم. ليه هاكس يحكي له يلعب ملا فيك كلوس ودريك دوب ما يموت الريز عليه بطريقة إليه من عند ماشينا وكاكتوزيو يتخلص منه كإجابة، وطريق ينتقم للتيم يتمتعوا على كاكتوزيو عن التدخل على مستوى البوم سايد بي في وقت لي سبايك نزل طايحة القاع وطريق يتمكن ما تخلص منه نوم من شيرت ويأمن روح سبايك مؤقتا في وقت لي بازي بشكل عنه دور مهم في الحصول على هذه السبايك ألتميت مهمة لأنها من جهة تارك يعرف بها تموقع المدافعين باش يختاروا على اساس هالتحركات نتاعهم الاي سايت باش تكون، ولكن لاحظوا لان التمركز من تيم فايبوراس عندنا رينا في البومب سايت سي، عندنا زودكس هانتر في البومب سايت بي، وعندنا سيج باش يكون موجود في البومب سايت اي. اذا لهنا لازم ديفاين فانديتا يختاروا موقع، ولكن شوف فروم ذا شادوز هنا من زودكس هانتر نفسه في البومب سايت اي جون كيتي يتخلص منه بتاعت حال يعرف انه فما لاعب ثاني باش يحاول يخرج من هذه البوزيشن سوفا في وقته خطوه بخطوه ما تخوف بتاعت الحال من كلوز كورنر يتمكن من انه يتعدى الدمج ما كانش موجود عليه يحاول بتاعت الحال انه يعمل 15 ثانيه بايك بلانت الوقت هنا رغم انه كان كافي باش يقوم اما هانتر يطلع من فوق يقوم بالديفيوز بعدها يتخلص من بازيو راوند رابع لفايبورس اللي قاعدين يعطيونا بالحق في عركه كاسحه على الاخر كي شوف اخر كلمه هنا تكون زودكس هانتر في هذه الجوله، وكما كنت تحكي مون الى حد الان متقارب جدا المستوى رغم انه ديفاين فانديتا كانوا رابحين 3-0، ولكن ديفاين تيم فايبرس قاعدين يلقاو في يعني كما نقولوا في الاجابه في الراشز والاتاكس نتاع فريق ديفاين فانديتا اللي باي ذا واي باش يتلزوا انهم يستعملوا اللايت شيلدز ومعهم فاندلز وواحد اوب. لازم الراوند هذه مهمة جدا ديفاين فانديتا لهنا يمون انه ممكن الراوند هذه تقلب مجريات المباراة كاملة، كذلك لازم يكون استغلال جيد جدا لليوتيليتيز متاع ريز وسيج والتواجد متاع الأوبريسر بتبيع بشي
حلق على الاخر صرنا انه تعرفون شوت ون كيل وكينهم لهنا لاعبين ديفان فينديتا مره اخرى متشبثين انهم يدخلوا على البوم سايد بي سبايك بطبيعه الحال على ظهر السوفا نجم يتمكن من التعرف على البوزيشن تاع المنافسين تاعو وشوف التايمينغ الهوني مره اخرى يغدر بزوديكس هانتر على انه يطبق الفلاش براونز يتمكن من الدخول مع فلاش مس وكين على بيكتو وحيد ماشينا يخلص من زوديكس يقدر يهاكس يبقى ريفانج على كيرتزي بالضبط هنا عملية 4 ضد 1 مون صعيبة جدا على تارك وهاكس ينهي الجولة 5-5 لهنا في مأزق كبير جدا فريق ديفاين فانديتا اللي يبشي التجأ انه ممكن ايكو راوند ممكن زادا يعاود انه ياخذ كمشي حاول ويخاطر ممكن سبيكترز وهيفي شيلدز ولكن تصور انه ايكو راوند هي البوسيبيليتي القريبة لهنا من ديفاين فانديتا ولكن لحد الان تيم فايبوراس عارف ايش قاعد يعمل بدا يفهم ولا فهم تحركات فريق ديفاين فانديتا كيفاش يستعملوا في السبيلز نتاعهم وكان الرد موجود خاصه من جهه كاكتوزيو وزوديكس هانتر وفي وقت اللي هاكس الهوني يتخلص من درون نتاع سوفا سبراي غريب على الاخر من عند زوديكس هانتر اللي يتمكن باخر كرتشه انه يتخلص بتاريك في دانو تخلص منه ما كلاش دامج يعني انه مسامح على الاقل على الوف اللي كانت طويلة شوية في المدة لمحالة بلا امباكت بطبيعة الحال على مصالح فريق تيم فايبوراس يقتل ماشينا يتطبل على كل من هاكس وجون اللي يفتح الابواب ليه كامل فريق ماشينا أبسايد سي وكل ثلث الماشينا اي 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 نو نو في الاخير يتخلص من واي يس عجبني الوال مكانه مش سيء جملة يعني ويزيد سهل الديفاين فانديتا انهم يعملوا بلانت في السي وبتقعد العملية سنين ضد سنين لهنا يمون شوفوا بيزي لوين وخر يعني رجع اولموست باش يدخل من جهة الجارج ميبي كذلك كوبزي هو اللي باش يقعد موجود في البومب سايت سي ولكن ركز معايا سوفا موجود في فلانكينج بوزيشن ولكن بليد ستورم موجود من جهة كاكتوزي باش يحاول ينقل الكيل على كوبزي يلقى عليه الكيل ولكن بيزي موجود من البوزيشن اللي حكينا عليها باش تقعد 1 في 1 الفانتوم لهنا من جهة نونو بيزي ينقذ الموقف مرة اخرى هي ميك شور اللي ريتيك ما يكونش موجود من تيم فايبوراس بازي لعب مزيان بزاف والله بزاف ستات صاحبي لعب كيفاش يقولوا عسل ما عمري ما سمعت مغربي قال عسل اما استنى لعبة زوينة حاجة هك زوينة زوينة بالضبط عندي برش اما اللعب لهنا متاع لعب المغربي جات الحالة خلي مرة أخرى فمي مفتوح في الإمكانيات وكل شيء كان مربوط بالبوزيشنينج يعني حكيت لنا مقبليك على اللونج روتيشن بعد البلانت إذا كان الإمباكت متاعها صحيح أنه بازي كان عنده الإمكانية أنه يمشي على السيتي سبون وقت اللي التيميت متاعه تعرف أنه منافسيه الاثنين داخلين انطلاقا من السيتي سبون خاطر ما تعودش تفقد البلاصة اللي جيت منها عادة هذا ريفلكس غاطي وخطأ على خاطر ما عندكش وقت الخطأ اللي أكبر أنك تقدم بالطريقة هذه وسبيل متاعك محلول في ديك بغير سلاح على كاكتوزيو اللي يتخلص من اثنين منافسيه عندك كوبزي وعندك ماشينا يتيحوا على الارض وديفاين فانديتا ثلاثة لاعبين فقط يحاولوا يواجهوا تيم فايبوراس اللي قلتها مقبليكا فريق مزود في وقت باش يسخن وذكرتولي برامز مالا فليك برامز لهنا يلقى الكيل على نونو ويستعمل الداش نتاعه ولكن ما نساوش انه كاكتوزي مازال حي من بعد ما لقى تو بيكس من جهه الاي شورت نشوفوا كذلك الروتيشن من رينا وسيج في الوقت الراهن جيت بومب سايت اي ولكن تارك يلقى الكيل على كاكتوزيو زوديكس هانتر يقوم بالجواب ويعدل الكفه يلقى الكيل على تارك ولكن بيزي لهنا والدخول باش يكون سهل من جهه برامز وسوفا وباش يحطوا البومب ويزرعوا السبايك لهنا في البومب سايت اي باش تكون العمليه سنين ضد سنين لهنا يمون شوفوا رينا لهنا رغم انه برامز عنده الاسبقيه في الفيجن ولكن مش تقعد عمليه واحد اثنين هنا هاكس موجود في الهيفن رينا تستعمل الالتيميت نتاعها بالشيرف لهنا وكذلك منحب هاكس اوكي هاكس يلقى كيل على بيزي وباش تكون هذه نهايه الجوله هذه نهايه الجوله الديفيوز يصير مره اخرى درس من عند تيم فايبوراس كيفاش تفك بومب سايت من عند منافس من المستوى نتاع ديفاين فانديتا كانت ممتازه على الاخر برشا اخطاء والخطا الكبير من الاول خسرت لاعبين على اول راوند في دخله على اللاعب بالكاليبر نتاع كاكتوزيو كان ماخذ الموقع نتاعو تدخل وانت بسيج السبيل نتاعك في يدك ما عندك سلاح ما تنجمش تجاوب وحتى اذا كان جا عنده سلاح في يده الهيد شوت كانت انستنت يعني بالوقت حتميه كانت الهيد شوت شوفوا لنا فيك نتاع برامز
يظل لي غلطة من سايفر إنه يكون في الموقع هذاك يعني. تعرف أنه عندك منيرس موجود لغاتية، ممكن عنده أوبريتر ما عندك عليه باش تخرج تبيك عليه، أنت عندك المعلومة. يس هاك سايت تسمع البلانت تلقى روحك في برايم بوزيشن، نجم تقدر بيها منها المنافس نتاعك قبل ما يراك، نجم تهز منها كيل ولا اثنين، خليك هكاك العب باسف. فما إشكالية وين فما بحث ديما كامل الوقت على الاجريشنز، ساعات خيارها انك تلعب باسف. صحيح. اذا هنا 6-6 مباراة حقيقة كما انتظرناها، يعني مباراة بمستوى الفاينلز خلينا نقوله، ما كانش نجم تكون اجمل من هذه المباراة. يعني التريد الاول باش يصير برامز ياخذ الكيل بالجوست هنا على تير نونو ويرجع للبومب سايت اي في نفس الوقت اللي فريق تيم فايبوراس حاول يعمل رش على البومب سايت سي، ولكن كابزي يلقى كيل على زوديكس هانتر، مش تبقى العملية 3-2 لحد الان في البومب سايت سي الى ان ياتي الباك اب، ولكن كاكتوزيو يلقى كيل على تارك اللي هو نفسه لقى الكيل على رينا 2-3 لانيه مون. شوف كاكتوزيو بالجوست لماشينا وبيزي يقولوا كلمتهم الاخيره في هذه الجوله ويربحوا الجوله السابعه لصالح ديفاين فانديتا. لان محاوله الدخول نتاع جيت كانت ممتازه، كنت ممكن منقوص القليل من الباك اب بالرسمي بصراحه. الفلاش اللي تبعث في الباك اب سايت كان ممتاز، زاد كذلك وفر الفضاء الكافي للجيت باش تحرك كيف ما تحب في وسط السايت، لكن انطلاقا من هذه النقطه يعني تحس انه فريق تيم فايبورس ضاع شويه مع الامكانيات ومع السيناريوهات الممكنه، وذاك اللي اعطاه الفرصه خلينا نقول للديفندنج تيم في ان يتقف على ساقيها، وبطبيعه الحال تمنع تيم فايبورس من ان يتوجد البلانت. برامز بالوقت بطريقه اليه سكوبت حاول بجات الحالة انه يغطي الميد، او افتقار واضح للفاير باور والسبيلز من عند فريق تيم فايبورس. وام انترست نحب نعرف كيفاش باش يحاولوا ياخذوها الروندة هذه بصراحة. تيم فايبورس يعني عندهم العملاء اللي ساعدوهم في اخذ المعلومات، يعني نحكي على السوفر، نحكي على السيج، نحكي على سايفر مهمين جدا، نحكي على ديفاين فانديتا سامحني بعد ما صار سوايب سايد، ولكن برامز ياخذ الكيل هنا بالمارشال، جون كيوتي يلقى الكيل على ماشينا بالجوست، تبقى العمليه 4-4. كما كنت نحكي تيم فايبورس يعني بسايفر وسوفا وكذلك حتى ريز، راهي ريز من اقوى كذلك الشامبيونز في الديفنس، يعني عندك النيد عندك البوم بوت نجم تاخذ بهم انفورميشنز، ولكن يصير كالعاده لان تريد صغير، ولكن بيزي موجود بالبولدوغ ياخذ الكيل على السيج وعلى تير نونو لهنا، مش تقعد عمليه صعبه بارك هي الجوله. اما سبايك تهنى عليها شت بوزيشن الكيل الاخر تو فرنوندا سمبل ماث وفي طريقه اودين سخيب وش يشري اودن راو اصبح خلينا نكون متأمين راو قوي برشا الاودن صحيح صحيح movement speed نتاعك تكون ضعيفة متاع بالحق لازمك تبدأ من خلال position when you're gonna rain down bullets على المنافسين متاعك وخير تقفل بميد وتستنى أي واحد يتحرك من جهة البي ويندو ولا من ولا يدخلوا من جهة الكارج تو بي، يعني شد الماشين جان تستنى جوست واحد يخرج راسه وكهو يعني ماشين جان تكتيكين يتسمى الكوفر فاير، يبدأ يضرب بولتس من وراء باب ولا من وراء حيط يمنع اي لاعب من انه يتعدى ويغطي على التيم ميت نتاعو. هنا زاد لكن انه يتفوق على تارك في هذا الدويل في هذا الاكستشينج مره اخرى، ما فهمتش عليه تارك في عوض يستعمل سبايك ام نتاعو خير انه يبيك على هذا الانجل ويعطي الفرصه لكاكتوجي هوني باش يفسخ ماشينه من هذه الروندا عكس بطبيعه الحال يستعمل هيل نتاعو وهذا بومب سايت اي باش يكون صعيب على ديفاين فانديتا انهم يفكوه وكابز يحب ياكد يعطي مالي جون كيوتي واقف لكن برامز مازال موجود يبيكي في مرحله اولى يبيكي في مرحله ثانيه لكن زودك سانتر غايب تماما عن الماب ولهنا سوفا ممكن يعطي معلومه مهمه ياسر للتيميت نتاعو لكن يفقد حياته او برامز يبيكي يتخلص من نونو لانه برامز بقى ضد اثنين من منافسيه او امام اثنين من منافسيه صحيح انه في سيج ما عنده شيت بوينتس لكن قاعدين نحكيو على مونستر مش على ايجنت واذا لي عرفتني على شكون نحكي. برامز 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 هل يفعلها برامز؟ الوقت قاعد ينتهي بشوي بشوي تحته لهنا ولكن صعبة عملية الريتيك بالأوبريتر حقيقة يمون صعبة جدا. هاكس يلقى عليه الكيل لنا والراوند تمشي صلاح تيم فايبوراس. ممكن سوفا كان المفروض انه يتروى اكثر ويحاول انه ينسق مع برامز في الريتيك هذه ولكن سوفا مات من الاول. شوفوا لان الاعاده زوتيكس هانتر اللي باش يلقى الكيل على تارك
كان ماخذ عليه الادفانتج. تعرف تعرف الجيم قاعده تلعب على ديتيلز بالحق، على تفاصيل صغيره 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 ما عندك حتى فكره قد ايه، لكن من بعد كل شيء مربوط بطريقه تعاملك مع هذوم الديتيلز. بالضبط كيف ما زوديكس هانتر كل مره قاعد يجبد في الانتباه نتاع المنافسين نتاعو على مستوى الميد، في الحال في اللي طبقوا طبعا على مستوى الميد باش يعمل بريشر كبير على الاخر على كل من قاعد يحاول يقوم بتغطية هذا السايت. وسبايك مازال ما خذيت حتى اتجاه، وفايبر الصراحه يعني الابروتش نتاعو في الاتاكينج سايد احسن بالمره من الابروتش نتاع ديفاين فينديتا. يعني خليني نقول وخليني نخاطر ونقول ونتحمل مسؤوليتي ميسالش، خاطر هذا رايي وهذا اللي ريتو ان ديفاين فينديتا بالحق لعبتهم 90% مركزه على الايم نتاعهم على قدرتهم الانتصار في الدو. اكزاكتلي ذاك اللي جيت نقوله مون ديفاين فانديتا الاول جولات ربحوهم ظنوا انه بالمستوى الفردي وحده ممكن يربحوا الاتاكينج سايد، ولكن سرعان ما فريق فايبوراس لقى الخطط الناجحه من جهه الديفندنج وعملوا شات داون. اكزاكتلي فما هنا انجيج على جهه بوم سايد سي، ولكن تارك موجود بالفرنز يلقى كيل على كاكتوزيو، في نفس الوقت زوديكس هانتر يلقى كيل على برامس باش تقعد العمليه. شوف 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 الروتيشن باش يتحركوا بسرعه على هنا جهه بومب سايت اي. تصور عندهم المعلومة انه شاغر هذا البومب سايت، ولكن في نفس الوقت زاد فريق ديفاين فانديتا قاعد يتحرك مون في نفس الوقت باش نلقاو روحنا في 4v4. ولكن هل يخلط رينا يعمل بلانت قبل ما يخلط فريق؟ وشوفنا هنا سيتيكس هانتر يلقى كيل على ماشينا، هاكس كذلك على كوبزي وبنسي بسو كيل. بنسي شنو هذا؟ شنو هذا؟ هو نونو اما نونو يتمكن زاد من التاريخ. اي 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 برجو ليا فاينلز ما تنجم تكون كان فاينلز. حنا نحكيو اف بي اس، انا مش نحكيو اف بي اس صاحبي الغالي. ملا قراءه لعب من عند ديفان فينديتا وملا ديسيجن ميكينغ من عند تيم فايبورس. بالوقت ما عادش عندنا بزيد وقت، عندنا ماك في من الوقت يقوم بروتيشن نتاعها من بوم سايت سي لبوم سايت اي. نجمو نلعبو مع البي، يضيعوا كل داونز نتاعهم على البوم سايت بي ولازم يتفقدوا البوم سايت بي. عندنا الوقت يكفي توصل لاي قبلهم، وهذاك اللي صار وصلوا لاي قبل. وبطبيعه الحال كيفاش الكفر صارت على على الموقع الوحيد نجم يخرجوا منه ديفندنج سايد، يتخلص بطبيعة الحال أومن من اللاعب الأولاني. بازي بطبيعة الحال بالقدرات الفردية نتاعو تمكن من أنه يتخلص من اثنين منافسيه، لكن حد ما قرأ أنه تيرنونو باش يكون موجود في ظهرهم على خاطر تيرنونو ما خذيتش الشيء نتاع البومب سايد إيه من الطريق اللي سلكوا فريقه، لكن خير أنه يدور ورا ظهر المنافسين نتاعو خاطر ما عندوش الكيت اللي يكفي باش يدافع على السايد. تكون هي محاولة نتاع التدخل على مستوى البومب سايد بي، محاولة إيجاد سبام، لكن هانتر يلقى الإنتري على هذا البومب سايد. كان الانتري لهنا من فريق تيم فايبراس على البومب سايت بي، ولكن هانترز فيوري موجوده من جهه سوفا. كوبزي يلقى الكيل على هاكس، بيزي هل ممكن يلقى الكيل؟ ليه كوبزي مره اخرى يلقى الكيل الثاني لهنا الى حد الان دفاع ناجح من جهه ديفاين فانديتا، ولكن زوديكس هانتر يقول له ليه وياخذ الكيل لهنا على بيزي باش تبقى العمليه 3 ضد 3. البومب مازال ما تبلانتيتش، كوبزي بثالث كيل ليه، تارك كذلك كيل على زوديكس هانتر 1 في 3 لهنا، عمليه صعبه على نونو ولكن شفناه في الجوله الفارته خذا 1 في 2. هل ممكن يفعلها لهنا؟ ولكن صعيبه في مكان كيما البومب سايت بي، يعني في كثير من الشوك بوينتس، كثير من الاماكن اللي ما عندكش عليهم فيجن. تيرنونو ياخذ كيل على برامز، هل ممكن يفعلها في ال 1 في 2؟ مازال كوبزي وتارك حيين، ممكن يدور لهم مون من جهه الجارج، ليه يعاود يرجع لهم مره اخرى من الانتري نتاع بيميد. ولكن شوف كيفاش قاعدين هنا بالسباي كام، تارك حاول ياخذ المعلومه على تيرنونو، تيرنونو عنده 20 ثانيه تفصلوا لهنا، يحاول يدخل ولكن صعيب. اي 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 صعيب، ممكن يقتل واحد اما الاخر باش يقتله، يعني صعيبه جدا. ما نعرفش اذا كان عنده سباي كام ولا خاطر بالسباي كام كان نجم ياخذ اكثر من معلومه. لا ما كانش عنده سباي كام. هل ممكن يجرب يعني يجازف ويعمل يعني شوتس من وراء الحيط ممكن يلقى بهم كيل ولا صعيبه؟ يا اما ما يعديش يا اما الدمج نتاعو ضعيف على الاخر ما يكفيش الايجيت كيل. شوف لهنا نونو، شوف الذكاء نتاعو، هذاك اسمه البري فاير. ومن بعد البري فاير نتاعو عرف انه فما لعب موجود يعاود يبايك عليه يتخلص منه بكل سهوله، وهذا اللي يوري انه الغادي من القدرات نتاع لاعبي فريق تيم فايبورس تكفي. شوف لهنا هانتر الكوانتا كمل اسمه
الدخول بجيت للجارجن ولكن برامز يلقى كيل بالأوب تارك كذلك يخلط عليه ولكن جون كيوتي هاكس كذلك يلقى تو كيل في سبق العملية 2-3 والبامب باش تكون باش تتزرع من جهة البامب سايد سي والروتيشن من جهة برامز وكابزي نذكروا اللي برامز بالأوبريتر ما يفلت حتى ضربة ما يفلت حتى كيل هل ممكن يفعلها في ريتيك ناجح ولكن ركزوا مع بعضنا اللي كاكتوزيو ياخذ كيل على كابزي برامز اوهو بالبليد ستورم لهنا كاكتوزيو ياخذ ثاني كيل ليه في هذه الراوند وتمشي 9-9 مباراة مشوقة أعزائي المشاهدين مباراة حقيقة تمتع الأعين هنا مون كانت وفقني الرأي يعني obviously مش باش نعمل عريضة والشكوى باش نقدمها للإمباير بلاي باش نقول لهم للزمني إحاطة اجتماعية ونفسية سبب الكارثة هذايا القرف هذايا اللي قام به زوديك ساندر يسمعوا فيا أنا عارف راه يسمعوا فيا في بالي ليه مش هكا ما تهمنيش هكا This wasn't the agreement. على خاطر بالرسمي الطريقة اللي لعب بها كانت أول حاجة ساعة ريسكي على الأخر الفاليو اللي جبدها من بوش بالبيستول متاعه كانت خارقة العادة وحلت أكثر من إمكانية الباب لفريق تيم فايبورس كابسي نفس اللي صار على خير بسلامة موني إذن يغادرنا في الماينل في الفاينلز يعني في أحسن وقت ممكن كابزي احسن اوقات ممكن الكل احسن اوقات ممكنه في الفاينل بري قاعدين نشوفوا فيه حتى التوا بالرسمي كل لاعب قاعد يظهر تحت نور جديده كل لاعب قاعد يوري فينا اللي هو يقدر يدز اللي كنت تحكي مقبليكا ليميت تيست اذا ما عادش ليميت تيست كل روندا ليميت تيست وكل روندا تزيد تعلى الليميت وماشيين ويدزوا اعلى سطر الله سكند جيم وثيرد جيم وما بعد كيف باش تكون اما الحاجه الاكيده اللي زلنا نعرفوا شنو باش يصير في ال 50 ثانيه اللي باقيه في عمر هذا الراوند يا سموث شوف البي كيف شوف السبايك موجود في الكوبي طارق متخبي لهنا من جهة السي كابي ولكن عنده كلاسيك بيستل ممكن يقل كيل هنا يقل كيل الأول الكيل الثاني بالبول دوغ من جهة برامز إلى حد الآن دفاع ناجح من جهة البومب سايد سي عندهم المعلومة كاملة على السبايك وين موجودة وذلك علاش بتصير روتيشن شوف معايا لهنا مون روتيشن من جهة فريق ديفاين فانديتا ولكن فما كروس فاير قاعد يصير لنا جون كيوتي يلقى كيل على ماشين مش حاول يتحرك يهز سبايك لهنا ولكن 1v3 سيتويشن ممكن تكون صعبة جدا على رينا لهنا لما حال قاعدين نحكي على رينا اقوى اوبريتر في وضعيات نتاع 1v6 كنقول 1v6 معناها واحد فما اكثر هذيك الهيد شوت الاولى يفشل في جهه الثانيه وكابزي بشرف فركا يمكن نفسه من انه يقعد جون كيوتي على القاع اقعد على شولتي ارتاح شبيك على اعصابك وذاك اللي يمكن ديفاين فانديتا من راوند 10 وتيم فايبورس زعما ما يلقاو هالطاقه هنفس اللي باش يخليهم يرجعوا شوف ريبلاي لنا رجعنا لهنا الطريقه اللي مات بها نونو نجم بايك بطريقة مخير كان نجم يلعب بطريقة مخير خاصة أنه إذا كان مشي من الظهر وكان عنده الوقت الكافي بيشقوم بهذه العملية يقول الادفانتج على المنافسين متاعه هكا ولا هكا 10-9 أيضاً الباي لهنا موجود من تو سايدز وزود هانتر بيشلعب بطريقة اجريسيف في مناسبة أخرى بيشحاول يربح الوقت بتاعت الحال بالتي بي متاعه كاكتوزيو بيشعمل بيك مخترع على الأخر مازال سوديكس هانتر مازلت ما عندوش الالتيميت لكن عنده التي بي هذوما الكلاود بيرس موجودين من جهه برامز ولكن لحد الان تيم فايبوراس ممكن الارجح انه باش يحاولوا يتحركوا من جهه البي ولكن مازلوا ما اختاروش يعني نقصينهم معلومات في المباراه هذه فما سايبر كيج موجوده من جهه نونو ولكن شوفوا كاكتوزيو يعرف انه سايفر موجود في بالاوبريتر من جهه البومب سايت سي موجود الباك اب من جهه سيج وسوفا ولكن لحد الان ممكن نشوفوا دخول من جهه الجاردز هنا من تيم فايبر وبالوقت هي بتلاستات سيج وشوف دخل هنا تصير على البومب سايت سي ما فما ثلاثه من الناس متواجدين في هذا الموقع قاعد حاب يحاولوا يدخلوا من راس سموك ماشيين فكم اجى الكيل رغم المصاعب الكل فما كان زود هانتر اللي راه في وسط السموك بطبيعه الحال وبازيز قطع الارض لكن ماشيين يجيو بهيد شوت على زود اكس هانتر بطبيعه الحال سبايك مازال تظهر اللاعبين نتاع السايد نتاع تيم فايبوراس من ماشيين يعرف انه فما الا الثلاثه لاعبين بقوا على قيد الحياه في السايد اللي امامه جون كيتي يتخلص من تاريك ويهبط الفرق العددي بطبيعه الحال ريز موجود هاكسي فايك مونو والفرق العددي يزيد يكبر ما تبقى الا ريز على قيد الحياة لكن قبل ما نكمل جملتي تسقط على الأرض بهيد شوت من جون كيوتي وتيم فايبوراس يوريونا بالحق درس بالسرعة وفي النجاعة على زرعوا السبايك متاعهم الحقيقة مون ما عجبنيش تارك لهنا بالأوبريتر ما لقاش الكيلز اللي حاشتوا بهم رغم يعني سمعنا الشوت الأولى الشوت الثانية الشوت الثالثة تمنينا نشوفوا كيل من جهة تارك ولكن ليه apparently الأوبريتر ممكن موش من أحسن الأسلحة عن تارك ولكن
ما يهمش لحد الآن. اللي يهمنا إنه الفرجة والشو وعشرة عشرة بين ديفاين فانديتا وتيم فايبوراس هذه الجولة رقم 20 يمون. يعني انتراث رفيع هذه المباراة ضد إكس هانتر بالتي بي يلقى الكيل على ماشينا في محاولة الفوش، ولكن كابدي وبرامز يلقى الكيل على تيرنونو ضد إكس هانتر وكاكتوزي في نفس الوقت. وشفتني بالشريف العادة بيزي، ولكن كاكتوزي الأسبق بالفاندال يلقى عليه الكيل. تبقى العملية 3-2. شوف لاعبين ديفاين فانديتا قاعدين يلعبوا ممكن أجريسيف شوية، عندهم المعلومه ويعرفوا انهم نفسيهم بالبيستول. شوف قد قاعدين يقدروا فيهم في وقت اللي برامز ثاني خير يستعمل الالتيميت نتاعو اذا يتخلص من هاكس بطبيعه الحال. ماذا يستعمل الداش نتاعو يفشل المره هذه في انه يتخلص منافس ثاني نتاعو. خلي بطبيعه الحال التيميت نتاعو السايفر وحده، لا حول له ولا قوه قدام اثنين من المنافسين نتاعو. فرحان انه عندنا نيفو هكا، فرحان انه عندنا مستوى راقي. فالورنت لاعبين بطبيعه الحال مغاربه تونسيين، ما يهمش اذا كانهم فرنسا ولا بلجيكا، يبقاو مغاربه او توينسا او زيريا في اخر المطاف. ومورا سموك طريقة آلية كاكتوزيو لهنا يقرا موقع متاع المنافس نتاعو ويتخلص منه بكل سهولة. وهذا كي اللي ماكل تيم فايبورس من انهم يوصلوا النتيجة 11-10 هنا التيم فايبورس رغم بداية صعبة اللي كانت عندهم، ولكن تمكنوا انهم يكون عندهم الادفانتج لحد الان في عدد الجولات. كل فرق عندهم فول باي تقريبا في هذه الجولة. هذه الجولة مون يظهر لي أهم جولة لديفاين فانديتا، يعني لترلي أهم جولة في المباراة كاملة. إذا يخسر الجولة هذه بش يكون عنده مشكل كبير في الكريدز، وحقيقة بش صعب عليهم أكثر المباراة. معناه مايش يظهر نفس الغلطة اللي هنا بش تعاود من عند نفس اللعبة من برامز اللي هنا تفكر من أنه يتفوق على زودك سانتر. ما نعرفش اذا كان مظهري اذا كان برامز كان يلعب في هذه البوزيشن يعني سابقا، لكن حاجه اكيد انه تو بالتفوق نتاعو يتخلص من واحد من اخطر اللاعبين في السكواد نتاع تيم فايبورس. يعني عرفت كينو كسر سيق المنافس نتاعو بالضبط. تيم فايبورس تلعب نقص سيق في هذا الراوند. فلاش اللي ممتاز على الاخر وحالة ممتاز الاكزيكيوشن، لكن في امور ناجحه الفريق هو اللي كان ناجح ويعطينا درس في الموضوع. يخسر كاكتوزيو الثاني اخطر لاعب فالسكواد ام تاعتين فايبورس في وقت ديفاين فانديتا. شو لانك فيش ساكل بالسموكس نتيعهم المستوى اي كل شيء تصرف عطيهم يربح وقت. سترونج يوتيليتي يوزج لهنا من فريق ديفاين فانديتا الى حد الان. هاكس اللي عنده سبايك افضل مينيما بعد لاستعمل يوتيليتي. شنو اللي صار بالضبط؟ عندك اربع لاعبين مرتكزين اما على البوم سايت سي ولا على المدخل نتاع البوم سايت بي اللي غطي على البوم سايت سي. كذلك كوبزي عنده عينه معناها على الاي لونج، يعرف شكون باش يدخل وشكون اللي مش باش يدخل. الى حد الان تيم فايفوراس الوقت داهم فيهم 27 ثانيه تفصلهم، ممكن دخول باش يكون من الكونكتر لهنا للبي، ولكن للسي سامحني من جهه رينا سيج وسايفر، ولكن في بالهمش اللي برامز موجود. لا في بالهم عندهم المعلومه، ولكن برامز باش يحاول انه يمنع ولا ممكن ياخذ كيل. لا هاكس هو اللي ياخذ عليه الكيل. ماشينا ياخذ كيل على هاكس، ولكن رينا ياخذ كذلك الكيل على ماشينا. طارق تاريك الدبل، تاريك الدبل. يعني برامز جاب الروند هذي ما غير يعمل حتى شيء. اي كيفاش شاد البوزيشن نتاع الباك اوف سايت. المنافسين نتاعو تيم فايبورس خافوا من هذه البوزيشن بعد تمكنوا من انهم تخلصوا من زوز من الناس. ما استنيوش اني روتيشن تاع سايفر باش تكون سريعه لك الدرجه. وبطبيعه الحال بعد تخلصوا من زوز منافسين اللي عارفينهم وين، قالوا منافس ثالث اللي عارفينه في باك اوف سايد واللي بدل البوزيشن نتاعو بالداش قبل ما يشوفوه. وهذا بطبيعه الحال خلى نوع من البسيكوز، نوع من التخوف، نوع من شو نسميها اللي خليته مركزين مع البوزيشن ما كان موجود فيها حتى لاعب برك معناه يبدلوا انجل اللي ينظروا منه. وهذا اللي خلى لهم برشا وقت بالضبط، وذا كان مطلوب مع العلم مع انه ما بقاو الا 9 ولا 8 ثمانيه اللي باش يزرعوا سبايك. هكا هو اللي صار لنا زوديك سانتر مره اخرى بنفس الطريقه حاول يقترب بوم سايت اي، لكن برامز المره هذه خير انه يلعب بطريقه باسيف اكثر. رجع لتيدي خير انه ياخذ المعلومه ويرجع الى الخلف. عنده المعلومه مره اخرى انه برامز موجود من جهه الاي شورت، ولكن قاعدين نشوفه في كاكتوزيو اللي حاول ياخذ تشالنج ويتعدى من جهه الاي لونج. رغم انه كوبزي موجود في الاي هيفن ولا اي ويندو عنده المعلومه على اي دخول من جهه الاي لونج. في نفس الوقت البومب وسبايك موجوده من جهه السي لونج، ممكن باش تكون من غادي الانتري في نفس الوقت. لحد يعني لحد انتيم فايبرتاس يحاول ياخذ الانفورميشن اللازمين ينحيوا الوول نتاع سيج فكيك تكون عندهم البوسيبيليتي انهم يدخلوا من البيميد، ولكن لحد الان مازالوا مش عارفين
ويمش تكون النكست روتيشن بتاعهم، ولكن معاهم 30 ثانية لنيمون برامز. برامز لأنه ما حكيتش ممكن على برامز اللي بوشه من البوزيشن متاعه في بوزيشن أخرى الداش متاعه يمكن من أنه يبعد من كاكتوجي ويتخلص منه في وقتلي نونو الوحيد من فريق فايبرس اللي عنده كيل في هذا الراوند ماشينا يتخلص من ما تبقى بالأسيستنس متاع كوبزي. أوه هذا راوند آخر اللي يمشي في صالح فريق ديفاين فندتا. صحيحة مش صحيحة لعبت بيرفكت الراوند. واو والله أميز الحقيقة. أنا منبهر بالأداء اللي عمله برامز في الجولة الفارطة، يعني الروتيشن اللي قام بها كذلك. يعني نحس تحس إنه فريق فيه تيم كوميونيكيشن، فيه تناسق كيفاش قاعدين يتحركوا. برامز يقول راني موجود في فلانكينج بوزيشن، كذلك تلقى الكول من جهة ماشينا وتارك. يعني حاولوا ينسقوا بينات بعضهم من كل منطقة يعني في الماب. ولكن تيم فايبوراس لهنا إذا يخسر هذه الجولة مش يلقى روحه في 0-1 في هذه البيست اوف 5. لازم يعرف فش قاعد يعمل هنا تيم فايبوراس. حالة ريز هوني وين موجودة بالضبط؟ اوف كابزي شد البوزيشن بتاع اوف انجل ويتخلص من زود. كان عارف انه فما لاعب متواجد في هذا الموقع. زود من اول الاتاكر سايد كان ديما يمشي من جهه الجهه هذيك، فممكن الحدث لهنا من جهه كوبزي. ماشينا لقى الكيل على هاكس مون ونقارو احنا في 5-3. يعني بطبيعة الحال اي لهنا يتم استعمالها، لكن فما سلو كيف مطبق اي ثانيه لهنا باش تمكن على الاقل سبايك كارير من انه يبدل البوزيشن نتاعو. وش تعمل يا كاكتوس؟ اش تعمل يا كاكتوس؟ ماشينا بطبيعة الحال ما كانش ايجاد ما يكفيه من بولتس باش يتخلص من لاعب اخر. هذا بطبيعة الحال الالتيميت اللي تم استعمالها محاول ايجاد الريز. يعني الموفمنت بريدكشن اللي هي من جهه ماشينا والريزركشن، ولكن مون مازلنا ممكن نحضر على كلاتش. ممكن نحضر على كلاتش، قلت ممكن في 1v3. برامز يلقى الكيل هنا بالاوب وجي جي لهنا ديفيوز من جهه ديفاين فانديتا، وباش تكون هذه الفوز بالمباراه الاولى من هذه البيست اوف 5. حقيقه مون انا استمتعت جدا بهذا الشو حقيقه. انا فخور جدا بوجود المستوى هذا في الـ يعني في الارب سين حقيقه. هذه البدايه ومازال راه خاطر مازلنا نحكيوا على بيست اوف 5. وقلت لك راه الجيم تنجم تكون كلوز، حكينا فيها في دك التحليل، نعملوا طلع سكور نلقاو سكورات متقاربه معناها اقل. صحيح. لعب 12 كيل هاكس 12 كيل واكثر في